مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة الكرام ينبهون الناس إلى ضرورة اتباع منهج الصحابة رضوان الله عليهم، حيث يقول: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وانطلاقا من حديث عبد الرحمن بن عوف الذي ورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر الصديق في الجنة، وعمر بن الخطاب في الجنة، وعثمان بن عفان في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن معاذ، سعد بن أبي معاذ بن أبي بن وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة. وهؤلاء العشرة ليس فقط هم الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وإنما بشر الكثير من الصحابة والصحابيات بالجنة. وبطبيعة الحال أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم خصوصية ومميزات عن غيرهم لا تدرك بالنسبة لباقي المسلمين، وذلك لأن هؤلاء الصحابة عاشوا في زمن الرسالة ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا أمامه وأشبعوا أبصارهم بالنظر إليه وأحبوه حبا أكثر من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، ولذلك كانت لهم هذه الخصوصية، وخاصة أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي خصه الله عز وجل بذكر الصحبة. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة طبعا هم من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من جلة الصحابة، هم من ساداتهم، هم من السابقين في الإسلام. ويكفيك أن تعلم من هم أبو بكر وهو من هو؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعمر بن والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، قمم شامخة، لكن هذه المزية وهذا الشرف الذي نالوه ما كانوا ليحظوا به لولا أن أنعم الله عليهم بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي علمهم الكتاب، كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو؟ أول الناس أو أول الرجال إسلاما، أول من أعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان صديقا صديقا صديقا، كان نعم المؤازر للنبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق هذه الأمة، عمر الفاروق الذي ملأ الأرض عدلا، الذي ملأ الأرض إنصافا، الذي كان يتوارى الشيطان منه
كما أخبره بذلك الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال له: ما سلكت يا عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا الخطاب القرآني المبارك هو عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عن أوائل من آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أوائل من آزر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الخطاب القرآني هذا إخبار أن هؤلاء قد ظفروا بالبشارة بالجنة، لأن من رضي الله عنه فقد ظفر بالجنة. وقد جاءت نصوص حديثية كثيرة في تأكيد هذا الذي أخبر به الله عز وجل، فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من أصحابه من الرجال والنساء، من الفقراء والأغنياء، من الشباب والشيوخ. أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم خصوصية عامة، وهي حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تفاضل بعضهم على بعض بأسبقيتهم. فالصحابة رضوان الله عليهم يتفاضلون في أسبقيتهم ودخولهم في الإسلام. فأبو بكر الصديق على سبيل المثال أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وأول من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم صديقا خالصا لا شبهة فيه ولا ريب. فيوم أن عرج أو أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به، تناقل الناس أخبار الإسراء والمعراج، فمنهم من تردد. ولما أخبر أبو بكر الصديق بخبر الإسراء والمعراج قال: أصدقه على أكثر من ذلك. وهكذا لكل صحابيين مميزات وخصوصيات تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوشح صدور هؤلاء بأوسمة خاصة نظرا لمكانة هؤلاء ولقيامهم ولإخلاصهم ولإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبشرهم في حياتهم بهذه الأوسمة، بشرهم بالجنة. لما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقائليهم أو قال لبعضهم: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وانطلقوا مستجيبين لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، مطيعين له سامعين. فانطلقوا يشقون الوهاد ويجوبون الفيافي والقفار، عساهم يظفرون بهذا الأمن المفقود. فحطوا رحالهم بالحبشة، لكن مسيرة المعاناة بقيت متواصلة مستمرة. ثم عاد منهم من عاد إلى مكة، لكن أرض مكة كانت قد ضاقت عليهم بما رحبت، فولوا وجوههم تجاه المدينة المنورة التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مهاجره، وأنهم جميعهم مطالبون بأن يجعلوا وجوههم شطر المدينة المنورة.
فهؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة. ولا شك أن أمرا ما دعا إلى هذه البشارة، لا شك أن صفات امتاز بها هؤلاء وبموجبها استجلبوا هذا الخير العظيم وهذا الفضل الكثير. هذه الصفات نجد بعضا منها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تلكم الصفات التي وردت في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، وأشدهم في أمر الله عمر بن الخطاب، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأقضاهم علي بن أبي طالب. هذه صفات أربع. الصفة الأولى الرحمة بالأمة، الصفة الثانية الشدة في دين الله، الصفة الثالثة صدق الحياء، الصفة الرابعة فصل القضاء. إذا قلنا بأن الصفات المشتركة بينهم وبين المسلمين أن حب المسلمين للصحابة رضوان الله عليهم، وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب الناس لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله تعالى: قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمسلمون بحبهم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم والحمد لله في زمننا هذا الكثير من المسلمين الذين يعبرون عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديح، بذكر صفات المؤمنين، بالمؤلفات التي والحمد لله ألفت في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشمائل الترمذي مثلا والشفاء القاضي عياض وغيرها، والبردة والهمزية وغير يعني تنافس العلماء في إظهار شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير ومناقب الصحابة رضوان الله عليهم. العشرة المبشرين بالجنة الذين توجهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التاج وزف إليهم هذه البشرى وهم أحياء وهم يزالون على قيد الحياة، بشرهم بما يطمح إليه كل طامح ويطمع فيه كل طامع، كل من يرجو رحمة الله عز وجل، كل من يرجو أن يكتبه الله تعالى في المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا شك أن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، وكلنا يعلم أن تخصيصهم بذلك لا يعني أنهم مبشرون دون غيرهم، وإلا فإن هناك صحابة آخرين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأولهم بشارة أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي نقل إليها البشرى جبريل عليه الصلاة والسلام، الذي أعلمها أن الله تعالى وجبريل يقرآنها السلام، وزف إليها هذه البشارة ببيت في الجنة، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. في حديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الأصحاب يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال:
فمن أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويسمع الأصحاب ما اجتمعنا في امرئ قط إلا دخل الجنة. إنسان إذا جمع هذه المسائل، يعود المريض، يعتني بالمحتاج، يأخذ بيد الضال، يعين المحرومين والمعدمين، من كان يؤدي هذه الخدمات للأمة فقد بشر بالجنة كائنا من كان. ما اجتمعنا في امرئ كائنا من كان في زمن النبوة أو بعد زمن النبوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من اعتنى بمن حوله من الناس دخل الجنة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن للصحابة الكرام رضي الله عنهم موقع متميز في مسيرة الإنسانية التاريخية، بل في مسيرة النبوة وصحبها وركبها الممتد، فشأنهم ليس كشأن غيرهم، وعملهم لم يدانيه أحد ممن سبقهم، ولن يلحق به أحد ممن جاء بعدهم. لقد كانوا معجزة خالدة من معجزات الإسلام، ومعيارا لكل جيل في كل زمان ومكان.